مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الإطلالة الجديدة التي سنخصصها للحديث عن كأس إفريقيا للأمم وما يدور حولها ومشاركة المنتخب الوطني المغربي ثم مشاركة المنتخب الجزائري الشقيق. أولا أبدأ بمشاركة المنتخب الوطني المغربي، فكما تابعتم انتهاء يعني الدور الأول وتأهل المنتخب الوطني إلى دور 16 أو الدور الثاني من هذه المسابقة الإفريقية المهمة. ف كانطباع شخصي على مشاركة المنتخب الوطني المغربي، أنا أعتقد بأنها مشاركة مقبولة، مشاركة جيدة، مع بعض الملاحظات كما سبق وأشرت عنها في خرجات أخرى تتعلق باختيارات المدرب. فأنا أعتقد بأنه بالرغم من وجود أهداف، بالرغم من وجود يعني صدارة المجموعة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، إلا أننا نشاهد أن هناك بعض المراكز يعني كان بالإمكان أن يتم تحسينها وأن يتم يعني استدعاء لاعبين في المستوى أفضل. تكلم بالخصوص عن وسط الميدان، في رأيي الشخصي كان هناك غياب واضح لحكيم زياش، غياب واضح ليونس بالهندا. بالنسبة إلى الدفاع كذلك الظهير ظهير أياكس أمستردام نصير مزراوي أيضا كان سيساعد الفريق بشكل أكبر. على كل هذه اختيارات المدرب ويجب أن تحترم، لأن إلى حدود اللحظة واحد خليل زيتش يعني يؤدي بشكل جيد، تأهل إلى الدور الثاني على رأس المجموعة، وهذا جيد جدا بالنسبة إلى المشاركة المغربية في هذه النسخة بالكاميرون. هذا موضوع أول. ثم يعني سأنتقل إلى الحديث عن مشاركة المنتخب الجزائري الشقيق. هذه المشاركة جعلتني أتحدث عنها لاعتبارات عدة. أولا لأن الإعلام الجزائري في هذه الأيام يتحدث كثيرا عن المغرب وعن علاقة المغرب بمشاركة الجزائر وعن علاقة المغرب بمشاركة المنتخب الجزائري. وبطبيعتنا نحن في المغرب وكإعلام مغربي يجب أن نتكلم أيضا وأن نوضح بعض الأمور. فلا يعقل أن الإعلام الجزائري هناك يتحدث على أن فوز القجاع يؤثر في مشاركة المنتخب الجزائري، فوز القجاع يلعب دورا سلبيا في مشاركة في يعني داخل المنتخب الجزائري، يؤثر على المنتخب الجزائري، يؤثر على النتائج. هناك إعلام جزائري يتحدث عن السحر ويتحدث عن الشعوذة. كل هذه الأمور مجرد يعني خزعبلات. المنتخب الجزائري في اعتقادي الشخصي وسأكون صريح جدا أخذ أكبر من حجمه. صحيح يلعب كرة قدم جيدة، صحيح هو بطل إفريقيا، ولكن تم النفخ في هذا المنتخب بشكل كبير جدا، ومع الأسف انتهى يعني هذا النفخ انتهى على يد فريق مغمور في إفريقيا اسمه غينيا الاستوائية. مع الأسف لحدود اللحظة المنتخب الجزائري لم يسجل أي هدف، مشاركة سلبية إلى حدود اللحظة، تنتظر مباراة مصيرية وكبيرة ضد ساحل العاج. ففي كرة القدم كل شيء ممكن. نحن نتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق، ولكن ما لا يمكن قبوله نهائيا هو اتهام المغرب واتهام يعني وجود السحر. بل هناك حديث على أن الاتحاد الجزائري وفي الجزائر يفكرون في إرسال وفد من الفقهاء لفك طلاسيم هذا السحر الذي يرافق المنتخب والبعثة الجزائرية. فدعوني هنا، أنا يعني أردت الحديث عن هذا الموضوع لأقول بأن هل هناك عاقل سيفكر بهذه الكيفية؟ الحديث عن السحر، الحديث عن يعني النحس، الحديث عن أشياء، ودائما الأيادي الاتهام يعني تشار إلى في اتجاه المغرب، سواء تعلق الأمر بالرياضة أو بالسياسة أو بمواضع أخرى. فنحن من جهتنا في الإعلام هنا في المغرب نقول كفى من الخزعبلات، كفى من نشر يعني المغالطات والأشياء الخاطئة. مشاركة المنتخب الجزائري مشاركة مثلها مثل جميع المنتخبات، مثلها مثل جميع الفرق التي تكون يعني بطلة المسابقة وتأتي للمسابقة الموالية من أجل الدفاع عن اللقب، وهذا الأمر يكون صعب جدا. المنتخب الجزائري مع الأسف دخل وهو يلعب تحت الضغط الهائل من الإعلام الجزائري أولا ومن المحيط
الداخلي الجزائري أولا، ثم بعد ذلك ننظر إلى المحيط الخارجي. الإعلام الجزائري سلط ضغطا كبيرا على المنتخب، بل الضغط سلطه المدرب جمال بلماضي نفسه. أنا كنت أتابع تصريحات جمال بلماضي، مع الأسف يقول في تصريح على قناة دولية، يعني قناة فرنسية، العالم يتابع تصريحات بلماضي، وهو يقول قبيل كأس إفريقيا بأيام يقول سأذهب إلى قطر للمنافسة على كأس العالم، يرفع السقف عاليا ثم ينهزم أمام غينيا الاستوائية. فأنا أعتقد بأن الضغط سلطه الإعلام الجزائري. جمال بلماضي أيضا لم يتعامل مع الفريق بشكل جيد، أيضا سلط الضغط على لاعبيه، وبالتالي إلى حدود اللحظة الجزائر تفشل في تسجيل الأهداف، الجزائر تفشل في الفوز، الجزائر تفشل في تقديم يعني ما كان منتظرا. ومن جهتنا أنا أقول بأنه يجب أن نركز على الخلل، سواء تعلق الأمر بمشاركة المنتخب الوطني المغربي أو المنتخب الجزائري الشقيق، ونترك يعني الأشياء التي لا يصدقها العقل، ونحلل بواقعية. وكرة القدم الحديثة تعتمد على اللعب، وتعتمد على يعني ما تقدمه داخل الميدان، ولا يجب أن نعلق الشماعة على الآخرين عندما نفشل. ورغم هذا كله أنا أقول بأنه كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق، كما أتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. شكرا لكم على المتابعة، وإلى فرصة أخرى. هذا جلال طبطب يحييكم، إلى اللقاء.